نمر الآن إلى simple بروبلم نمبر 2 زي ما نشوفه هنا we have a circular area هذه هي circular area بشكل دائري and we would like to determine the centroidal polar moment of inertia المطلوب هنا بتحدد ال polar moment of inertia G O and by using the result of part 1 determine the moment of inertia of a circular area with respect to the diameter يعني مثلاً with respect to الديامتر هنا يعني تقدر تجيبها with respect to X I X. نبدأ بالسؤال الأول طبعاً هنا DGO بتساوي U تربيع DA وهي U من هنا إلى هنا هذه هي المسافة U طبعاً DA رح نعوضها expression التالية يعني هي المساحة متاع الـ annular ديفرنشال أريا اللي ظاهر على الصورة هذا طبعا هنا جي او بتساوي انتجرال دي جي او وطبعا هنا الانتيجرال راح يكون ما بين الصفر الى حد الار هذه بالنسبة للبارنس of the integral وأعوض هنا يو تربيع زي ما موجودة في الأول والدي اي أعوضها بالإكسبريشن بتاعها فبتحصل على الكتابة التالية طبعا هنا 2 باي هذه ثابتة تخرج برا الانتيجرال تصبح هنا وبعدين تفضل لي أنتيجرل of يو كيوب دي يو الانتجرال اوف يو كيوب دي يو بيساوي هنا 2 باي يو اس 4 على 4 ما بين الصفر والار وطبعا هنا لو عوضت اليو بالار راح تحصل في الاخر على 2 باي ار اس 4 على 4 اختزل من هنا تصبح عندي في باي على 2 ار اس أربعة امر الان الى لأ السؤال الثاني from symmetry Ix اكس بتساوي آي واي. طبعا هنا طالما انه circle is symmetric about y, and y on x axis ف y بتساوي آي واي. يعني المومنت اوف انرشيا about x بتساوي moment of inertia about y واحنا من قبل نعرف انه البولر مومنت اوف انرشيا جي او بتساوي اي اكس مع اي واي وبتساوي 2 اي اكس واحنا تحصلنا من قبل على انه البولر مومنت اوف انرشيا بتساوي باي على 2 ار اس 4 يعني الاي اكس بتساوي البولر مومنت اوف انرشيا ديفايدد باي 2 لو عوضت هنا البولر مومنت بالاكسبشن بتاعها يعني في الاخر راح تحصل على اي اكس بتساوي باي على 2 ار اس 4 كله على 2 فتصبح عندي اي اكس بتساوي باي على 4 ار اس 4 شكرا على الانتباه